هاي، فصل الصيف بيتميز بالعطل الدراسية ورحلة السفر بهدف السياحة والاستجمام، وبيتميز الفصل عن غيره بحرارته العالية وتأثيره المباشر على نمط حياة الناس. تعرف أنه التوريفل بيزيد حوالي 15 سنتيمتر بفصل الصيف بسبب تمدد الحديد على الحرارة القوية؟ وكذلك تحتفل أمريكا بنهار الآيس كريم العالمي بثالث أحد من شهر تموز. أما البطيخ فهو الخضرة المفضلة بفصل الصيف، نعم خضرة مش فواكه، وهو من عائلة اللقطين والخيار. نسبة الخيانة عند الرجال بترتفع بالصيف، ونسبة الانتحار كمان. مين قال إنه التغريدات أو تويتس بفترة الصيف بتكون إيجابية أكثر من غير فصول؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.